تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. وزير الإعلام يختتم زيارته لأبطال الجيش الوطني بزيارة لجبهات محافظة البيضاء. محافظ حضرموت يصدر تعميماً بشأن قرار رئيس الجمهورية لتعيين الدكتور باموسى رئيساً لهيئة مستشفى ابن سينا. رصد العاصفة المدارية لوبان وسط غرب بحر العرب وتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن. أهلاً بكم. اختتم وزير الإعلام معمر الإرياني مع فريق إعلامي اليوم برنامج الزيارات الميدانية لأبطال الجيش الوطني بزيارة جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، حيث كان في استقباله محافظ وقائد محور البيضاء الخضر السوادي وقائد اللواء 173 العميد صالح المنصوري. وتفقد الوزير الإرياني أحوال المقاتلين في عدد من المواقع العسكرية على امتداد الجبهة، ناقلا إليهم تحيات فخامة المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية، ونوه بالانتصارات التي حققوها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتحرير كامل للمديرية بدعم وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. من جانبه أكد محافظ البيضاء أن انتصارات الجيش الوطني تتوالى بشكل يومي في كل جبهات البيضاء، داعيا أبناء المحافظة إلى الالتحاق بصف الشرعية لإنهاء الانقلاب وتطهير كامل للأراضي اليمنية من رجس الميليشيا الإيرانية. وكان الوزير الإرياني قد دشن المرحلة الثالثة من زيارات جبهات القتال وتفقد أبطال الجيش الوطني مطلع الأسبوع الماضي مع فريق ضم أكثر من 15 إعلاميا يمثلون وسائل الإعلام الرسمية والأهلية وعدد من الفنانين والشعراء. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني تعميماً لمدراء عموم فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، حمل الرقم 26 بشأن تعميم قرار رئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هادي رقم 42 لعام 2018 بشأن تعيين الأخ الدكتور العبد ربيع باموسى رئيساً لهيئة مستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الأخ جمال سالم عبدون سير الاختبارات الشهرية في يومها الثاني من خلال اطلاعه بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا عبود عوض بن عبود الشيخ على سير اختبارات مادة التربية الإسلامية بمجمع الزهراء التعليمي للبنات بديس المكلا، محفزا الطالبات على بذل جهود مضاعفة في التحصيل العلمي والاستفادة من هذه الاختبارات لتحسين مستوياتهن في المعدلات التراكمية لشهادة الثانوية. أعلنت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان محافظة حضرموت أنه تم رصد عاصفة مدارية وسط غرب بحر العرب، وذلك عند 3 فجرا بالتوقيت المحلي بسرعة تتراوح بين 35 و40 عقدة وستحمل المسمى لوبان. خلال الساعات القادمة يبعد مركزها 760 كيلومتر من جزيرة سقطرى وتتحرك باتجاه الشمال الغربي لتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن. وأهابت الغرفة بجميع المواطنين بأن الحالة المدارية تتحرك نحو شرق مياه خليج عدن ومن المتوقع أن تؤثر على المحافظات الشرقية لليمن، ونبهت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك بتقدم حزام السحب الركامية الممطرة بغزارة وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب خلال الفترة من مساء يوم الأربعاء إلى مطلع الأسبوع المقبل. وسيتم نشر بيان رقم 2 حول أي مستجدات للحالة الجوية. كما حذرت جميع الصيادين ومرتادي البحر بالمياه الإقليمية في شرق خليج عدن وبحر العرب بأخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم الإبحار بفعل اشتداد في سرعة الرياح وهيجان الأمواج بالفترة المحددة أعلاه. أوضحت آخر صور الأقمار الصناعية لهذا اليوم الاثنين 8 من شهر أكتوبر تطور المنخفض المداري المتواجد في بحر العرب إلى عاصفة مدارية تم تسميتها
وفق للمركز الإقليمي الهندي العاصفة لوبان. وتشير آخر البيانات العددية لدى غرفة الإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت إلى تحرك الحالة المدارية باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي تقترب خلال نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم من المدخل الشرقي لخليج عدن، وتتحرك باتجاه وسط خليج عدن بمحاذاة السواحل الجنوبية لمحافظات المهرة حضرموت وشبوة، وتتجه خلال منتصف الأسبوع القادم إلى خليج عدن. وعليه نهيب جميع المواطنين بمتابعة آخر التحديثات والنشرات الجوية القادمة. وقد أصدرنا في صباح هذا اليوم البيان رقم 1، وسيتبعه إن شاء الله عدة بيانات مقبلة، والله تعالى أعلم. داشنا الأخ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر، والأخ محمد شندور المدير التنفيذي لمؤسسة كويت الخير بمدينة الشحر، دشنت المرحلة الأولى من مشروع تزيين وتشجير مداخل مدينة الشحر الجهة الشمالية ب 67 شجرة نخيل ضمن خطة السلطة المحلية لتحسين شوارع مدينة الشحر. مشروع غرس فسائل النخيل الممول من مؤسسة كويت الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية ومساهمة السلطة المحلية بالمديرية في مرحلته الأولى الممتد من جولة المحضار وحتى مستشفى الشحر يأتي ضمن اهتمامات وخطة السلطة المحلية بمديرية الشحر لتزيين شوارع المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق. في ذات السياق أكد الأستاذ مصبح العبد البحسني أن لدى السلطة المحلية مشاريع أخرى تشمل تزيين الشارع الغربي والشرقي لمدينة الشحر، ويشمل إعادة تأهيل الشوارع وتزيينها بزراعة النخيل وغيرها من أشجار الزينة إلى جانب رصف وإعادة تأهيل المداخل الرئيسية لمدينة الشحر. شارك أبناء حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن في مهرجان التراث والشعوب الثاني الذي نظمته مؤسسة إبدار، وضم المهرجان أجنحة متعددة للمحافظات المشاركة وبعض الدول. وقد عرض في الجناح الحضرمي الموروث الشعبي من مقتنيات قديمة وأعشاب ومأكولات حضرمية مثل الكعك التريمي والشاهي البخاري وحلى ومجوهرات وصور عن حضرموت وبعض الفنون التشكيلية والعسل الدوعني وبعض الأعشاب التي تتميز بها حضرموت وفقرات غنائية ورقصات شعبية اشتهرت بها حضرموت. هذا وحظى الجناح بدعم ورعاية وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي، كما شهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور. من هنا من داخل جناح حضرموت نحيي كل أبناء حضرموت المشاركين والذين برزوا التراث الحضرمي وأهم المقتنيات الحضرمية. نطلع أكثر على بعض الثقافات العربية المشاركة في هذا المهرجان. بالتأكيد يعني تجربة الجناح الحضرمي تجربة مثيرة، وهي مزيج من العادات والتقاليد التي نفتخر بها جميعا. عرضنا موروثنا الشعبي من مقتنيات مأكولات شعبية وصور عن حضرموت وبعض الفنون التشكيلية والعسل الدوعني. توج نادي شباب القطن بطلا لتجمع وادي حضرموت لكرة اليد، وذلك بعد تغلبه على نادي وحدة تريم بنتيجة 17 هدفا مقابل 12 هدفا. انتهى الشوط الأول بفارق نقطة واحدة بتقدم شباب القطن بثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف. الشوط الثاني حسمه أيضا شباب القطن لصالحه بتسعة أهداف مقابل خمسة أهداف، وبذلك تكون النتيجة النهائية 17 هدفا مقابل 12 هدف. يذكر أن الفريقان تأهلا معا إلى نهائي كأس حضرموت لكرة اليد لملاقاة أبطال تجمع الساحل في النهائي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير لأبرز العناوين. وزير الإعلام يختتم زيارته لأبطال الجيش الوطني بزيارة لجبهات محافظة البيضاء.
محافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن قرار رئيس الجمهورية لتعيين الدكتور باموسى رئيسا لهيئة مستشفى ابن سينا. رصد العاصفة المدارية لوبان وسط غرب بحر العرب وتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية، إلى اللقاء.